ده مش مجرد كلام، ولكن ده حاجة فعلا حصل على أرض الواقع. جامعة الجلالة هي واحدة من الجامعات الذكية، أو اللي احنا بنقول عليه الجيل الرابع للجامعات. لما نيجي نبص على طرق التدريس، فصول الدراسية، طرق الانفراستراكشر الموجودة في الجامعة، كلها تساوي جامعة من الجيل الرابع، إلى جانب وجود كل الفاسيليتيز اللي الطلبة بتاعتنا محتاجاها من معامل، من وسائل إلكترونية، إن أنا أضمن إن الطالب بتاعي يكون متخرج بكل السكيلز اللي مطلوبة فعلاً للخريج اللي هيشتغل في الفترة القادمة، خاصة مع كل التغيرات اللي بتحصل في العالم حوالينا.